الله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. نختتم هذا العمل في هذا اليوم المبارك، هذا افتتاح هذا البير مع وفارة هذا الماء كما تشاهدون يا آل نجيبي، مطرى بنت محمد النجيبي. نحن الآن نفتتح هذا البير، بئر الذي تبرأت به في هذا المكان. شاكر الله لك يا بنت مطرح، جزاك الله أن كل خير على ما أنفقت وتنفق في سبيل الله، ولا زالت الحاجة تلح أمامكم إن شاء الله. ولا ننسى أن شيخنا فاعل أو الوسيط الخير المبارك النجيبي بنفسه، ما زلنا نشكر الله ثم نشكرك على الجهودك المبذولة لتحقيق أهداف المتبرئين. فها هو الماء المتوكل وبالجانب ما شاء الله ما شاء الله، الماء صالحا ونقي وطيب إن شاء الله. جزاكم الله عنا وعن الإسلام كل خير، وبارك الله فيكم وصدد خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله.